خير، رمضان كريم. كثيرين بأول أيام رمضان بينصابوا بشيء اسمه الصداع الناتج عن الصيام. ليش يا ترى نحن بنصاب بهذا الصداع؟ إما بسبب نحن ما نايمين منيح، أو بالليل بالسحور نحن أكلنا حلو كتير، أو حتى عم نتناول أملاح أو شغلات بتعطش كتير، أو حتى عم نعمل إجراءات بتسبب لهذا العطش أو فقد الماء بيسبب أنه نحن بصير عندي مشكلة بضغط الجسم اللي بيؤدي لوجع الرأس. طيب أنا حتى أحمي حالي من وجع الرأس أو الصداع اللي حيضل مرافقني شو لازم أعمل؟ أول شيء لازم أمن أني أنا عم بشرب كميات مياه كبيرة كتير، يعني مو كمان كبيرة كتير نحن نرهقها للكلية، يعني لترين كوبين ما يعادل كل ساعة ونص. بالنسبة للأملاح والتوابل نحاول ما نكتر منها إذا ولا بد بدنا نستخدمها، لأنه بتأدي لفقد المياه ومشكلة بالهدرجة أو حتى الشوارد. وبالنسبة للحلو أكيد ما لح قلكم ما تاكلوا حلو، لأنه بتعرفوا أنه هو الحلو أو الأكل الحلو الكتير المفاجئ لح يصير عندي ارتفاع بالأنسولين ومقاومة الأنسولين، ولح يصير عندي مشكلة بالسكر وبتخسر الشخص المي وحتى الوزن. ففيكم تاكلوا حلو، يفضل أنه تاكلوا بقطع صغيرة، قللوا القطر أو مثلا مرتين بالأسبوع وما يكون وراء الإفطار. وبالنسبة للمشروبات الرمضانية أكيد كمان فيكم تشربوها، بس حاولوا تكون يا خفيفة السكر يا إذا فيكم بلا السكر. هلأ شو أعمل إذا إجاني وجع رأس؟ يعني أنا في ناس ما بتحب أني أنا أخذ حب، معناتها بهالحالة أنا فيني أشرب زنجبيل كتير مفيد لوجع الرأس، ليانسون وبهدي من العضلات أو حتى من المشاكل الستريس، وأخيرا المشروب اللي كتير مريح هو الكمون. ليش الكمون مفيد أو هو مريح؟ لأنه بهدي من مشاكل الهضمية ومن الإمساك وما بصير عندي وجع رأس.